قال شنو في صفحة 289، قال في هذا الخبر من رؤية ابن أبي داود أنه سأل ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قال كيف رأى؟ قال في سورة الشاب دون وسيط من اللؤلؤ، كان قدميه في خضرة، فقلت أنا لابن عباس ليس في قولي لا تدرك الأبصار ولا الأبصار ولا في الخبير. فقال في الخبر من رواية أبي داود أنه سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قال كيف رأى؟ قال في سورة الشاب دونه ستر من لؤلؤ كأن قدميه في خضرة، فقلت أنا لابن عباس ليس في قولي لا تدرك الأبصار ولا الأبصار ولا في الخبير. فقال لا، أملك ذلك نوره الذي هو نوره، سجل بنوره لا يدركه شيء. وهذا يدل على أنه رآه، وأخبر أنه رآه في سورة الشاب دونه ستر وقدميه في خضرة. الكلام ده قاله ابن تيمية. ابن تيمية قال شنو؟ قال هذا يدل على أنه رآه، وأخبر أنه رآه في سورة الشاب دونه ستر وقدميه في خضرة. قالوا أن هذه الرؤيا هي المعارضة بالآية، والمجاب عنها يتقدم فيقتضي أنها رؤيا عين، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله رأيت ربي في سورة شاب أمرد له فرجعت غطت في روضة خضراء. الكلام ده في صفحة 289 و290 من كتاب ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدائهم الكلامية، الجزء السابع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طبعا يا أخواننا الشبكات بتاعت النت دي مفتوحة للجميع، يعني أنا لو جيت خشيتها ما حتقول لي أنت وهابي وكده الشهر الجاي، فأنا أقول لك زي ما أنت نقلت من الواتساب نقول لك برضو يعني نفي ابن تيمية للكلام ده من كتبه برضو يعني. طيب الموضع الأول في كلامه في بيان تلبيس الجهمية، الجزء الأول صفحة 327، وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا، فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان ما رآه مناسبا مشابها لها فالله تعالى أجل وأعظم. وقال في درء تعارض العقل والنقل جزء 10 صفحة 307، وإذا كان الله ليس من جنس الماء والهواء ولا الروح المنفوخة فينا ولا من جنس الملائكة ولا الأفلاك، فلأن لا يكون من جنس بدن الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه ويده ورجله ووجهه وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه أولى وأحرى. ده الموضع الكم؟ الثاني. الموضع الثالث من هاج السنة النبوية الجزء 2 صفحة 633، في كلام كثير ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص ويصف الله عز وجل بصفات الكمال، قال ولا أنه ينزل في شكل أمرد، بل لا يوجد في الآثار شيء من هذا الهذيان. ده كله شنو يا أخوانا؟ ابن تيمية قال لك شنو؟ قال لك هذيان. فالواتساب مفتوح الحمد لله النت قوي. وبرضو في كتاب الاستغامة الجزء 2 صفحة 195، عشان ما تجيب لي نت ساكت كلام النازل، قال لك جيب شنو؟ تجيب الكتاب، جيب الكتاب، جيب الكتاب. والاستغامة دي ألفها صمويل إيتو، ما ألفها ابن تيمية. كتاب منهاج السنة النبوية ألفه القرضاوي، ما ألفه ابن تيمية. المواضع اللي قلتها لك دي كلها ألفها ابن تيمية، فهمت؟ فأنتوا كلامكم كله ما تمشوا واسطة وكده، جيب لنا الكتاب، جيب لنا الكتاب. ابن تيمية رحمه الله بينقل شغل شيوخك ده، هذا لدى الكتاب. المرة اللي فاتت قالوا جيبوا الكتب، هذا المجلد 11 أنا جايبه. الشياطين ال 13 ديل وينهم؟ أشوف ثلاثة ورابعهم كلبهم، فهمت؟ وينهم؟ وين الأولاد ديل؟ قالوا بيجيبوا الكتاب، جبنا لهم الكتاب عشان يقول اي حاجه كلمه بالكلمه في المسائل دي. اما المسائل دي ابن تيميه رحمه الله بيذكر احاديث ضعيفه واحاديث موضوعه، وبيذكر كلام لليهود وكلام للنصارى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ثم بعد ذلك يعقب زي ما قال لك اخر هنا، قال لك او شيء من هذا الهذيان، فهمت؟ ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية بينقل كلام الرافضة، بينقل كلام الجهمية، ابن تيمية رحمه الله بينقل كلام القدرية، بينقل كلام الجبرية، بينقل كلام المعتزلة، بينقل كلام الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والخوارج وغيرهم، ويعقب عليه ويرد عليه، فهمت؟ فابن تيمية قد تلقاه ناقل كلام أكثر من صفحتين ثلاثة، بعد ذلك بيرد على شنو؟ في 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 نهاية الكلام أو يشير إلى ضعف هذا الكلام في بدايته. طيب قال وفيهم من يتأول قوله
صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وفي صورة كذا وكذا ويجعل الأمر ده ربه. يعني ده كلام منه؟ ده ما كلام ابن تيمية. قال لك وبعضهم، انت تقوم تنسبه لابن تيمية؟ هذا اللي انا بينت لك خلاص جيبه. انت مش قلت القاعد جيبه؟ لا ما بجيبه. ما في ليه؟ قلت فيه تجيب الدليل. انت جبت واتساب، انا جبت واتساب. تجيب الكتاب، انا بجيب الكتاب. فهمت؟ طيب خلاص، المجلد السابع، المجلد رقم 11، جيبوا ابن تيمية قال في ان شاء الله في شيد، جيبوا. قال ان الله في صورة الشاب امرد، جيبوا. ابن تيمية قال لك ده هذيان. عشان كده الامام الذهبي قال حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. قال لك ده هذيان، ده ما حديث يا اخي، ما تقعد تنجر ساكت. في فرصه مفتوحه للحوار والنقاش مثل هذا الهذيان، ما تهزي من برا يا اخي. تعال خش هنا، فرصه مفتوحه للمداخلات. وين السلاسه؟ ها؟ فهمت؟ والفاتوره قاعده، مش المجلد السابع، ودي النسخه القديمه كمان. احنا بنتجدد عليك في الطبعات. تقدر تجيب لي انت طبعتين يا اخي؟ ما تقعد تنجر سايل الكلام ده بتاع واتساب ساي شله كده، عامل لكم جروب ولازم نحارب الوهابيه، وهابيه بحاربهم بواتساب. وانت جيت عادل ما قدرت تحاربنا لما تدس في الواتساب، استخدم الساتر. انت ما شفت الثلاثه المره اللي فاتت عملنا فوقهم اي عمليه؟ ما فعلها ابو جاغوم الناجورا في الخشب. فهمت؟ عشان ما تقول ساكت. طيب هنا قال انا كنت في العليا بنور محمد، كفر كثير لكن انا بختصر لك. قال وفي قاب قوسين اجتماع الاحبه، وكنت مع نوح ده الشيخ اشاهد في الورى. تعال جيب لي موضع ثاني من كتب القادريه قال خلاف الكلام ده. قال انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. انا كنت مع ابراهيم ملقا بناره، وما برد النيران الا بدعوته. رايكم شنو يا طلبه في الكلام بتاع الكفر بتاع الشيخ القادري ده؟ هل النيران بردت لانه القادري دعا، ولا لانه ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ الصح القران ولا الكفر بتاع الصوفيه؟ تعال خش جايب لي عليهم، وريني فئات مجلد. اي خليه من هناك من على البعد، انا برسل لك في الواتساب بتاع الكتاب. يلا افتح هناك صفحه 65 وانت ماشي قدام هذا اللي قاعد. طيب اقرا معاه، وانا داير طلبه يتابع معاه، ويمكن اكون انا كذاب قاعد انجر معاه. قال انا كنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان الا بفتوتي. الكبشان قال ما نزلوا ليه؟ فداء الفداء لمن يا اخواننا؟ الفداء لمنو؟ لاسماعيل. ان نزلهم من يا اخواننا؟ نزلهم الله. قالوا الله عشان ينزلهم استفتى الشيخ القادري، وده يدل على انه الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدر. شنو يا اخواننا؟ جاهل، لانه الفتوى بتكون من منو؟ ها؟ يعني مثلا انا زدت في الصلاه 5 ركعات تحت العصر، ومشيت سالت زول، انا سالت ليه؟ لانه ما عارف. هل الله ما عارف؟ طيب ها اول لي هناك في الكتاب تابع. تم تسليم الرساله؟ طيب نواصل. عندك متصل الان ولا لسه؟ طيب قال انا كنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه الا بتفلتي. القادري قال بصقت في عين يعقوب النبي توف بقت كويسه، ببزغ في عيون الانبياء. هذا في المجلد الكم؟ القليله يا حلدي دي تحلها كيف؟ ده كفر بالله. لغايه ما قال انا كنت مع ايوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه الا بدعوتي. لغايه ما دعاني ربنا قال وايوب اذ نادى منه، نادى ربه. هل القران غلط والقادريه صح، ولا القادريه غلط والقران صح؟ الصح منه والغلط منه؟ تقول له ابن تيميه قال لسه انا جايك. ابن تيميه نقل حديث ضعيف ورد عليه وقال لك ده هذيان. تجي انا اجيب لك من كتب شيخك الى ان يقول قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر. الذاكر انا ذاكر، المذكور هم منو؟ لانه مذكور اسم شنو؟ اسم مفعول مش؟ المذكور هو الله. قال انا الذاكر والمذكور ذكرا لذاكر، انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. انت متابع معي؟ في حرف غلط؟ في حرف انا جبته غلط؟ اي تمام. انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده قال لك انا الله عديل. تأويل شنو؟
كده تعرض ده لنا على الكلام ده. تفضل فرصه. تفضل اتفضل. تعال ورينا تاويل الكلام ده شنو. انا ما داير والله، انا ما عندي معاك غرض شخصي ولا انه انا داير داير افضحك قدام الناس. خلي يا زول، خلي زول يخش، خلي يقول الحق، خلي يجي يقول الحق. تعال تعال تعال، لو دايرين بنوديكم الدار السودانيه ذاته. خلي دقيقه، لو داير بوديك الدار السودانيه ذاتها. الكتابين ديل في الدار السودانيه للكتب. تعال ورينا، تعال 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 خش ورينا الكلام ده. فاهموا شنو؟ شوف يا اخواننا، دقيقه، نحن يا اخواننا في نقاش علمي. يا يبقى الكلام ده حق القادريه ويورينا الصوفيه كلامهم ده دليل شنو من الكتاب والسنه، عشان بعد ذاك ذاته ابن تيميه لو ثبت انه قال الله في صوره شاب ابرد، ده قال لك انا الله ذاته، معنى ما تنكر على ابن تيميه، كده انتهينا منه. وكمان معناه لو ان احنا كذبنا تمشي تفتح فينا بلاغ محكمه الملكيه الفكريه بيجاي جمع بتاعت اوزون دي، حديقه اوزون، فهمت؟ تفتح فينا بلاغ انه كذبنا عليه. انا دارك اخش الان تورينا وتغنعنا الكلام ده فهمه شنو من القران والسنه. هل الكلام ده كفر وباطل والقران يرده، ولا القران والسنه بتقبله؟ تفضل تعال ورينا. كويس، تعال ورينا تاويل شنو. تفضل ورينا. كويس، انا دارك تاويل لي شنو. انا دارك تاويل لي. قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد ذلك قال وما قلت هذا القول فخرا، قال انا ما بفتخر، وانما اتى الاذن كيما يعرفون حقيقتي. قال لهم انا الله لكن انا ليس متواضع. ده كلامه. كويس، التاويل بتاع الكلام ده شنو؟ انت قلت عنده تاويل، ما بكون قاصد نفسه، بكون قاصد الله. طيب كويس 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 يا اخوانا، كويس كويس كويس. قال ما بكون قاصد نفسه، بكون قاصد الله. بكون قاصد الله يا اخوانا، دقيقة يا اخوانا، قال بكون قاصد شنو؟ الله، ما قاصد نفسه. طيب قال انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي، انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. الله كان ناطقا ولا كان ناطقا عيسى؟ الله خالق كل شيء، يخلق الكلام ويخلق اي شيء. طيب الله خالق الكلام، معناته الكلام هو ما الله، معناه هنا في الله وفي الكلام المخلوق لله. ده لو افترضنا انه الكلام مخلوق وكلام الله ما مخلوق، ده كفر ثاني، هتتورط ثاني. لا لا لا. لا لا شنو؟ كلام الله ما مخلوق، لكن النطق ده الناطق ده منو؟ وفي المهد ناطقا. انت ما قلت الزول ده بيتكلم عن ده ما الله، ده هنا، فهمت؟ وهو قال لك ثاني لقدام، اديك بيت ثاني، قال انا الذاكر، دقيقه انا الذاكر المذكور. يا اخونا انت زول طالب جامعي عقلك ما تجدع في سفنجتك، فهمت؟ ده قال لك انا، فهمت؟ مبتدا الذاكر، فهمت؟ المذكور، فهمت؟ ما ممكن تجي تقول لي زول قال لك انا ذاكر ومذكور والاثنين واحد، يكون ان واحد كيف يعني؟ ده بيعطوا منطق. وريني باللغه العربيه، انا بقتنع معاك وابقى صوفي. وريني باللغه العربيه، انا الذاكر والمذكور. الله سبحانه وتعالى الذاكر والمذكور. الله ذاكر والمذكور، بيذكر الناس والناس بيذكروا. الله ذاكر المذكور. طيب طيب، هنا في نهايه الكلام قال انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. الله شيخ الطريقه؟ لا لا، الله ما شيخ الطريقه. اها الله، معلش تبين. انا احنا والله انا ما قصدي احرجك، معلش يا اخونا، خلاص جزاك الله خير. الحق واضح للناس، الحق واضح للناس، جزاك الله خير. انا دارك تشغل عقلك يا اخواننا. انا ما ممكن، ربنا سبحانه وتعالى بمنطقك ده ما كان يعذب فرعون لما فرعون قال انا ربكم الاعلى. ليه؟ لانه فرعون قاصد الله. ما فرعون قاصد الله، فهمت؟ ما كان ربنا يعذب فرعون، وده اتهام لربنا سبحانه وتعالى. فما ممكن منهج زي ده يكون الاسلام يا اخونا. هو كتب دي ما قد يفهم اي ناس بيفهمهم زاد. طيب كويس 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 كويس، الرد عليها من الاتي. المساله الاولى قالوا ما تقرا، بنفهمها نحن. كويس كويس، لا ما قال ما تقرا، ما قالوا ما تقرا، بدليل انه هذا اللي عنده رغم يدع، فهمت؟ وهذه هذه المطبعه بتاعتها، وهذه هنا شوف الارقام بتاع المؤلف والمحقق والتصنيف وسنة الطباعة وعدد الصفحات وقياس الورقة دي ذاتها. قال لك 17×24 سنتيمتر، ده بعدين انت في مشروع التخرج تشتغل الشغل ده. طيب قال وبلد الطباعة لبنان والطبعة الأولى، وهنا في تلفونات ودار النشر وإيميلات وكلام. ممكن تقول لي قالوا ما تقروه. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن ده للناس لشنو؟ عشان نقرأه. ربنا قال أفلا يتدبرون شنو؟
القرآن ويوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيشكي ناس، ربنا قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وربنا ما كلفك تفهم الكلام ده. إذا ما بفهمه زي ما قال أساليب وكلام ما قد يفهموا له. إذا هو بيقول كلام، إذا هو بيقول كلام الناس ما بيفهمه، ضعيف فوقه هو، ده ما عيب فينا، لأنه كلام الله بيتفهم. الحمد لله رب العالمين، فاهمين ولا ما فاهمين؟ قل هو الله واحد، فاهمين ولا ما فاهمين؟ أفضل كلام الله ولا كلام الصوفية؟ يا أخونا أنت خليك زول عاقل، وقبلي خليك زول مسلم. ربنا قال في فواتح الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كفرنا بالبرعي وبالقادرية وبالصوفية وبأي بني آدم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا شنو؟ سمعنا وأطعنا. دار الدك كلام وسخ جدا وكفري جدا، كتاب فصوص الحكم برضو اشتريناه من الدار السودانية، مؤلف محي الدين ابن عربي، وده مدحوا البرعي. كتبنا دي ما بيفهمها. طيب ابن عربي قال قال في مصطلحات كده الصوفية استعملوها وقاعد يتكلموا بها، ما قد يفهموا الناس الخش في العلم ده بتاع التصوف ده، عرفوا المصطلحات دي ما الناس العامة ما بيقدر يفهمها. المصطلح أنا ده حق الصوفية برام، أنا الذاكر الذكر ده حق الصوفية برام. تعمل لعدة بعدة توجه، ما تكون قاصد بها أنا يعني. ورينا وجهين. تكون أنا قاصد بها الله يعني، تقول أنا تتكلم على الله سبحانه وتعالى. استشهد لنا مثلا قلنا قال النابغة الزبياني مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر بقى قادري، أدينا بيت شعر، فهمت؟ جيب لنا ابن مين ما عارف، أبو نواس، أبو تمام، أبو غيره، قول لنا الزول ده. أبو تمام أبو نواس قال كده وهذا يحتمل وجها من اللغة العربية لأنه فلان قال وعلان قال، ده كده صح. فهمت؟ وده اسمه شنو؟ مسألة شنو؟ مسألة استعمال اللفظ ويكون عنده أكثر من معنى، دي ما فيها إشكال. لكن ده قال أنا وقال الذاكر وقال المذكور وقال في كل مضمر، بعد ذاك تجي تقول لي قاصدين به حاجة ثانية؟ طيب ليه ابن تيمية ما يكون قاصد حاجة ثانية؟ فهمت؟ سؤال واحد أنا بس أسأل الأخ ده سؤال واحد وأخلي شاب يواصل. الزول ده قال محي الدين ابن عربي، مش هبدأ أقرا له طبعا الكلام حيقراه وسع. قال محي الدين ابن عربي قال كتبنا دي ما يفهموها إلا هم أو نحو ما قال، مش كده يا جماعة؟ طيب الكلمة اللي قالها محي الدين ابن عربي دي اللي قلتها أنت، كتبنا دي ما يفهموها إلا هم، دي قالها في كتاب ولا عنده واتساب؟ كان في كتاب، فهمتها كيف؟ طيب وده ما بيتفهم. طيب خليه يجاوب سؤال موجه له. فهمت كيف؟ ما نحن فهمت كيف؟ فهمت كيف قال؟ التصوف ده ما عرفنا بعض المعاني فيه، يعني في بعض الكلمات كيف تستعمل. الأسبوع الجاي إن شاء الله. والله يا أخوانا هو الحق ده واضح، الحق ده واضح يا أخوانا. والله نصيحة لك، نحن ما جايين عشان نفرج فيك الناس مثلا أو نتعالى عليك، وده ذاته ما بيجوز. نحن ما جايين نتعالى عليك، لكن دارين نوريك إنك لما الإنسان يا أخوانا بيبقى صوفي يسمع كلام الشيخ حتى في الكفر. نحن عندنا شيخنا اسمه محمد مصطفى عبد القادر يتكلم في الصحابة، شلتنا وشلوت بيبوت، فهمت؟ وتحت كان شايل 2 كيلو طين. ليه؟ لأنه ده زول يتكلم، لأنه ده دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم شنو؟ منكرا. بعدين يوم القيامة ربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو؟ فرد بتجي لربنا سبحانه وتعالى براك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو شنو؟ ولو بشق تمرة. فالنصيحة لك، دقيقة النصيحة لك، معلش أنت ما أمشي عشان تجيبين كلنا الكتب ونرد عليها، هلا جيبها الأسبوع الجاي عشان ما برضو كمان نفتح الكتاب وكده وبعد ذلك تبقى كلام ساي. طيب أنا بتكلم ابن عربي، التأويل اللي قاله الزول ده، التأويل اللي قاله الزول ده، أنا إحنا والله نصيحة لك ونصيحة لكل الشباب، ما تنتمي لي جماعة ولا إحنا منتمين لي جماعة، ولا تبقى معانا، أبقى مع الكتاب والسنة. أديك حديثين، الحديث الأول في الاتباع كل الناس حافظينه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث الثاني في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملائكة وهو نائم فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا، يقصدون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الملائكة جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، قالوا صاحبكم الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة وإن القلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا ثم صنع مأدبة ثم بعث داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال بعضهم أولوها له يفقهها، فقالوا الدار الجنة والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار، أو كما جاء في الحديث. فهمت؟ فأنت ربنا ما كلفك يا أخونا بمتابعة بني آدم وإنسان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشار الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. عشان كده بعض العلماء نظم كلمات الأئمة الأربعة في الاتباع وترك التعصب المقيت حتى في المذاهب الأربعة. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاكتبوا. وأحمد قال لا ينبغي لمن له إسلام إلى آخر كلام الأئمة. ما بيجوز للإنسان أن يأخذ بكلام أحد من الناس ويناصب ويوالي عليه ويعادي عليه إلا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. نحن نقف إن شاء الله إلى هذا الحد، وما عاد تمشي يجيب لنا كتاب تلبيس الجهمية أجيب. شوف قال الشبهات، شبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات. أنت عارف ردينا عليك من ناسي؟ فمن اتقى الشبهات، يعني لو ما دخلناك تاني شبهاتك انتهت، وما في زول بباري، ما مش في ابن تيمية في إن شاء الله في الفول شبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات، يعني أنت شبهة، يعني يا طلبة الزول ده شبهة، اتقوا الشبهات. طيب نمشي الصلاة. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.